الله. محمد رسول الله. ايوه ايوه في السكة اهو. انت فين؟ طب يلا بقى. ما انا نزلت بدري عشان ماما كانت عاوزة توصلني. طب يلا ما تأخرش. استنى هكلمك تاني. طيب اقفل يلا. ايوه بابا صباح الخير. انا رايح الجامعة. ماشي. طيب ماشي هخلص واعدي على حضرتك. ماشي سلام. بابا الو الو. ايوه بابا بقول لحضرتك ايه. انا قلت لايمن ان حضرتك وافقت انه يشتغل معايا. حاضر بس المفروض طبعا ما تقولوش انت هتاخد كام عشان ما يطلبش زيي. حاضر يا حبيبي. ماشي متشك. سلام. قولي الحسابات يعملوا لي اذن صرف باسم شركة الهدى عشان امضي. حاضر. حضرك الخير. مش عارف انا مبسوط قوي عشان معتز هيجي يشتغل معانا هنا. ده هيقرب المسافات بينكوا قوي وهيريحك من ناحيته. انا اسف افتكرت حضرتك لوحدك. لا خلاص انا خلصت وكنت خارجه عن اذنكم. لولا هانم رفضت تقابلني تقريبا طردتني من المكتب. عايزه اتقابلك انت شخصيا. طب اسيب لي الملف بتاعها وانا هتكلم معاها. اتفضل. بقول لك ايه كمان؟ نعم. لما تيجي تاني تبقى تخبط. حاضر. انا اسف يا انسة دخلت المكتب كده من غير استئذان. اصل افتكرت الاستاذ لوحده. والله وكنت فاكرني انا فين بقى. لا انا قلت يعني انت. عموما الدكتور مضى على الورق. اتفضل. شكرا قوي. ايه